الإنسان بطبيعته بحاجة ليحس إنه بينتمي لإشي أكبر منه، إنه بينتمي لشخص، لعيلة، لحي، لمدينة، لدولة. هذا الارتباط بيكون قوي ومتين وبشكل جزء من هويتنا وشخصيتنا وتصرفاتنا، والشعور اللي بحسسنا بالأمان لدرجة كبيرة. بس شو بصير وقت تنسلخ غصبا عنك من محيطك، من مجتمعك الصغير، من بيتك؟ بس الإنسان بطبيعته بتكيف وين ما بيكون، وبيحاول يعوض خسارة البيت والحي والمحيط المباشر، وببلش يطور علاقات إنسانية جديدة، وبيعمل روابط جديدة تخليه يحس بأنه جزء من إشي ثاني، تخليه يحس أنه مش لحاله، أنه مش لحاله بيعاني، مش لحاله خسران. محمود، أنت شو صار معك محمود؟ يا عالم، يا عالم، حدا يلحقني، مدري شو صار له. يا ربي دخيلك، يا الله حدا يساعدني. بس شو بصير وقت تحس انه كمان عم تفقد دائرتك الصغيرة؟ هون بتحس هويتك اتزعزعت وما عدت تعرف مين انت. هون بخيم احساس رهيب بالوحدة. شو وين كنتي؟ كنت عم دور على ليس مشان الدرس. ليش هو المفروض يجي لعندك؟ ايه المفروض يجي وما اجا، مثل امبارح. يعني اشمعنى هذا الولد تحديدا قاعد عم تدوري وتركضي وراه؟ لأنه ولد، يعني الأولاد ما بتحب تدرس وبده حدا يركز معهم. يعني انت تركتي كل شيء وقاعده عم تلحقي فيه، بعدين انت ناقصك شغل، لك يا دوب عم ترتاحي شوي. ما تقلق انا منيحه حبيبتي. مانك منيحه، انا شايف بعيني شو عم يصير فيكي، لك يا دوب عم تنامي ساعتين. لك لا، عادي عادي، تعال هون. لك رح توقعني يا ماما. لك بس ولا هلكني، حممته ما عم يرضى يلبس ثيابه وشعره مبلول، هلا بياخذ برد. بس بابا بس لا تعذب امك. يلا قال لك شو؟ تفضل لبسه، تفضل. ما هو اصلا كل الحق عليك. الحق علي انا؟ خير ان شاء الله. من كتر الشوكولاته اللي بضلك تعطيها. هلا انت بكل شيء بدك تطلع الحق علي فيه. مالك عرفان تربي. اقعد اشوف. هلكتوني. اقعد اشوف. بدك تضل تسمعنا حكي انت وتاكل بهادل من وراك؟ ليش يا البس؟ بقول لك ما تعذب امك ثاني مره، ماشي؟ ماشي. اقعد منيح. اقعد ولا نفس. بقول لك ولا نفس. سلمى، 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 وين سرحتي؟ قيس فيني أعرف شو اللي مضايقك إني عم ساعده للولد؟ شو اللي مضايقك يعني؟ ما عم بفهم، يعني مالي حاسة القصة قصة نوم ولا قصة تعب ولا شيء. يعني أنت أي شغلة بدك تقلبيها هيك؟ شلون قلبتها يعني؟ ما عم بفهم. واضح انه انت متضايق اني عم ساعده وانا عم حاول افهم ليش. بس حبيبتي انا ماني عم احكي مشان ليس، انا عم احكي مشانك. بعدين يعني عم شوفه بقلب الدروس، لك حتى ما بده يستوعب ولا بده يفهم. معلش انا ما عندي مشكله، مستعده احاول معاه كمان شوي وبتعب معه شوي واخرته يقتنع. اقول لك شغله، انت بس بدك تعذبي حالك. مين هلا؟ اهلين فرح. تعي يا حبيبتي تفضلي. خير شو في؟ عمي ابو وسيم تعب كثير واخذوا وعد الاسعاف. يا لطيف سلامته. طيب خير؟ طب اجاكم منهم خبر؟ صار شيء يعني؟ ما بعرفش، اتصلت مرت عمي وقالت لي انهم اخذوه على المستشفى وقالت لي اذا بقدر اخلي ليث عندك عشان اني لازم اروح لعندها اذا ما فيها ثقله. طبعا اكيد، ولو طبعا خليه هون وانا بكره باخده على المدرسه. وانا راح اجي معك فرح. لا لا مو مشكله. لا شو مش مشكله، جاي معك خلص. لازم الرجال يكون معكم، معلش طمنونا. ايه شكرا كثير. السلام. على شو؟ طمنونا ان شاء الله بيقوم بالسلامه. حاكيني. لا خبرك. سلام. مع السلامه. فوت حبيبي فوت، شلح الشنطه. بدك شي؟ جوعان؟ ما بدك تاكل؟ طيب جيب لك مي او اعمل لك شاي اذا بدك؟ لا. شاي سخن؟ لا. طيب اذا بدك شي لا تستحي قلي. صحيح تذكرت، الك يومين ما اجيت على الدرس، ليش؟ ما عنديش دروس. بالله شو؟ هذا الكلام تقوله لخالي سعاد؟ أنا معك بالمدرسة نسيها؟ ما عنديش دروس، بدي إياك تدرسيني إياهم، خلصت كل إشي لحالي. حلو كتير. هات لنشوف، ورجيني. شو ورجيك؟ ورجيني الدروس اللي عملتهم. طالع كتاب العربي والرياضيات. يلا 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 بنعمل الواجب مع بعض، خلصني. يلا يا زلمة. يلا الله يخليكم ان شاء الله. يلا وين الدكتور؟ ان شاء الله دكتور. شوف لي مونيكا. شو؟ شو صار؟ استر شوفي لي الثاني والله. نفاس. اذا سمحتي خالتي تعي لبرا، ان شاء الله رح يكون منيح. ان شاء الله يا رب. يلا شباب ستارت كومبريشن. ادرينالين ستارت. كلير كلير. استاذ حيان لو سمحت. اهلا. أنا دينا من جمعية. أهلاً أهلاً أهلاً. سمعت عنك كل خير، وبصراحة أنا متحمس جداً للتعاون معك. شكراً كثير. وأنا كمان. أستاذ حيان ما بدي آخذ من وقتك كثير، أنا بصراحة سمعت إنه التحضيرات بدها وقت لحتى نفتح القاعة وناخذ تصريح الأمنية، فقلقت شوي، وبعرف إنه اجتماعنا لسه بكرة بعد الظهر. معلش، هي الإجراءات الأمنية فعلاً عندنا شوي مكثفة، بس أنا وفريق العمل المخيم راح نحاول نسهل لك العملية عشان نبدأ بسرعة. إن شاء الله. يا ريت أستاذ حيان، أنا عندي أمل إنه يكون في إقبال كبير على البرامج. موضوع الإقبال نحن ما نقدر نتحكم فيه، بس نحن نحاول نعمل جهدنا عشان نعرف الناس إن في أنشطة جديدة في المخيم، والباقي عليكم. مفهوم مفهوم أستاذ حيان، شكراً كثير إلك. حياك الله. يلا مع السلامة. يلا. سلام خالي. هلا خا، شلونك؟ مليح. خالي وينهم؟ أمي أخذت يوسف ودانا على الدكانة. وأنت شو قاعدة بتسوي لحالك؟ شو قاعدة بتسوي لحالك؟ ولا شي قاعدة. أعطيني الأوراق. أعطيني. رجعنا يا خالي لهذا الموضوع. انت بتتعلميش. بحب الرسم، ما في هاش اشي يا خالي. هذا مش رسم، هذا فلتان، نسوان ومشلحات ومفرعة، غضيبة هالولدين. خالي انت راسمه حالك؟ لا، بس هيك تضحكي علي؟ نفس الخوث اللي مساويتيه بشعرك مساويته بشعره. خالي لا تكوني بتفكري تلبسي هيك لبس. ما عملتش اشي غلط، بس عم برسم وبصمم. يا خالي غلط، يا خالي غلط. بنتها بالرائد بس هاجرت، شو ساوت؟ فرعت ولبست زقوقحي وصارت سمعتها مثل الصرامي. خالي إذا بتفكري تلبسي هيك لبس والله لفرجيك. شو بيصير؟ جربي وشوفي يا منى. أنا مش خايفة منك وما إلك دخل فيي. ما وقعتش. خالي كيفك؟ خالي كيفك؟ خالي تعال تعال تعال. خالي شو جبتوا لي؟ معلش انت وقع، انت مخمك. شو جبتي لي؟ عصير اللي بنحبه. عصير اللي بنحبه؟ هذا لك يا قمه. شلونك احمد؟ وين رايح؟ احمد شو صار؟ ما بعرف. جيت لقيته واقع بالارض وغميان، ناديت الاسعاف وليكن جابوه. ما بعرف شو عم بيساوي. طولي بالك مدعمه، ان شاء الله الله يقومه بالسلامه. يا رب. الف سلامه على قلبه ان شاء الله. الله يسلمك. رح اروح انا اشوف اذا بقدر اعمل شيء وبخبركم. ما بعرف كيف صار معه هيك، ما عم بعرف. طولي بالك يا مرت عمي، هسا بيجي الدكتور وبيطمنا ان شاء الله. لكن ما عم يتحرك ولا عم يتنفس، عم بيقولوا صار معه نوبة قلب. شو بدي اعمل بدونه انا؟ استغفري الله يا مرت عمي. لكن حتى الاسعاف ما عم يقدروا يصحوه، كأنا ما لي غيره. شو بدي اعمل بدونه؟ وين رحتي بتفكيرك؟ ان شاء الله بيقوم بالسلامه يا رب. خلصت؟ يعني ورجيني شو هاد يا زلمه؟ ما عملت شي. بعرف. ماشي خلص، يلا مو مشكله، بناكل وبعدين نكملهم. يلا شو هاد؟ هاد زعتر، بس انا بخلطه بزيت مشان اسهل. جرب. شلون صار عم يا محمود؟ ما بعرف حبيبي، لسه ما حكاني حدا من المستشفى، بس بكون صار احسن ان شاء الله، لا تقلق. بدك نروح نشوفه بكره؟ لا، انه لازم اروح على المدرسه. بعد المدرسه اذا بدك نروح. لا ما بدي اروح. مثل ما بدك. رح يموت؟ لا، لأن نقلوه على المستشفى بسرعة، فإن شاء الله رح يكون منيح. لا تخاف، أهم شي ضل عم تدعيله. بدي أنام. ماشي يا حبيبي، يلا. تفضل دكتور. طمنا دكتور. الله يعطيك العافية أم السلمى. الله يعافيك. هو صار مع أبو وسيم نوبة قلبية حادة أدت إلى توقف بعضلة القلب، والحمد لله إحنا قمنا بإجراء اللازم، إنعاش قلبي ورئوي، وبس حاليا بحاجة إلى عملية قسطرة وراح نحوله لأخصائي قلب في عمان. يعني دكتور هي عملية؟ طمني، هي مش عملية، ما بتحتاج تخدير عام، بس بحاجة إنه نعملها بأسرع وقت للمريض. طب دكتور إيمت لازم ننقله يعني؟ بدينا إجراءات النقل وراح نخبركم أول بأول. طيب شكرا كثير. إحنا راح ننقله بأسرع وقت وبنخبركم أول بأول شو بصير معنا. شكرا كثير. شكرا كثير. كثير صعب وقت تشوف أعز الناس لك على تخت بالمستشفى والكل متوتر عم بحاول ينقذ حياته. بصيبك هيك نوع من الصدمة بخليك تتجمد من مكانك ولسانك بنربط. بصير مش قادر تحرك جسمك. ما بدك تسأل شو اللي بصير عشان خايف من الجواب. تفضلوا يا جماعة. سلم ايديك. شكرا كثير قيس، غلبناك معنا. لا ولو، لا عذاب ولا شيء، بس المهم خالتي ام وسيم لازم تاكلي شيء انت، والله مد ايدك. والله تقبرني ماني قادره اني احط شيء بتمي. يلا كلي لك لقمه، قلتش من امبارح ما اكلتيش شيء، وجهك مثل الليمونه اصفر. والله ماني قادرانه تقبريني، مشغول بالي على محمود. امتى فيني اشوفه؟ والله ما بعرف، انا شفت الممرضه وقالت لي عملوا له قسطره هلا، وبظن بعد شوي رح يجي الدكتور وتشوفه. ان شاء الله يا رب. سلمى. ايه سلمى؟ والله الجماعة ما في منهم. اي والله. بس ليش بيكون هلا عم بيعذبها لسلمى؟ مانو قليل هالولد. يا مرت عمي، يا حبيبتي، ما تقلقي حالك هسه بهذا الموضوع، بعدين سلمى بتعرف تتعامل معه. تشربي اشي؟ ايه حطي لي شوي. ايه الحمد لله. أنا وليس ليكنا بالطريق على المدرسة ماشيين. إيه طيب الله يوفقك، ضلك عم تطمني أول بأول. ماشي الله معك. ما سألتني على عمك محمود شلون صار؟ سمعت شو قلتي؟ عم يقول لي قيس إنه أحسن، أخذوه على المستشفى وعم يعالجوه هلا. كنت عم تقول لي هداك اليوم إنك عم تتدرب ملاكمة ما؟ اي حلو. مين عم يدربك؟ صاحب حسن، هو كان بطل بسوريا بالملاكمة. والله حلو كثير. وعجبتك الملاكمة؟ اي. ليش؟ عشان اصير اقوى واحمي حالي. اهم شيء ما تأذي حالك. في مليون شغلة بتأذي اكثر من الملاكمة. سندويشتك معك؟ دارة خذي نفس عميق. انت ايش حقه صايرة كذي تعبانة وما فيك حيل؟ ما بعرفش. حرام تعبانة يا دكتور. المفروض الحين ما تكون تعبانة، غيرنا لها الدواء ومعدتها الحين تحسنت. دانا قولي لي شو فيك؟ بعرف زهقانة ومليت. عن جد؟ طيب ممكن تقولي لي ليش؟ كلهم مشغولين وبيلعبوش معي، وانا يا بالبيت يا بالمشفى. لا هذا كلام كبير، انتوش حقه ما تهتمون فيها وتسلونها في البيت؟ لا شلون؟ اخواتها يلعبوا معاها، خالها يلعب معاها، لكن هسه في مدارس وفي دورات وهي بتمل بسرعه. انزين انا اقول لو تاخذوها شوي وتلف برا في المخيم تغير شويه هواء. ما ابغى انت تاخذني. انا؟ عيب ماما، انا باخذك بكره. كلها بتحكي لي بكره ومامي بتروح، والدكتور ما بيكذب علي. عيب يما خلص، الدكتور مشغول. خلاص يا دانا، انا مشغول وعندي شغل، وماما خلاص وعدتك اني بتطلعك. خلاص انا بطلعك معي. لا جد دكتور لا تقلق. لا ما عليه، انا عندي استراحه لمده ساعه، اقدر اخذ دانا ونتمشى انا وياها في المخيم. طبعا هذا اذا انت ما عندك مانع. لا اكيد دكتور. هذا عن جد طلع الاستاذ. خلصت فقره التنكيد، تفضلوا. بالذات متاخرين 5 دقائق. افتحوا كتبكم على صفحه 20. وحضروا دفاتر رياضيات كمان. ليه بتخلينا بعد المدرسة؟ ما مستدقة متى يخلص الدوام. مين منكم نجح امتحان رياضيات؟ والله يا أستاذ ما في حدا نجح، لأنه صعب الرياضيات. ما في شيء صعب إذا بتدرس له. أنت بتحكي هيك، بس أمي بتخليني أدرس 10 ساعات وبالأخير برسم. عشانك غبي يا أبو الليل. والله ما حدش غبي غيرك يا حبيبي. سامع يا أستاذ شلون بيحكي معي؟ ما حدش. أنت قال لك تبلش يا حبيبي، مش تشكيلة الأستاذ، أنت اللي حكيت معي. اسكت يا حبيبي بس عاد، لازم اسكت عاد، اختصر يا حبيبي. خلاص روح احكي للاستاذ جلال. يلا تعبانة؟ لا. تعالي قاعدة. أنا عصافير كثير. والله يا دانا أنا ما أعرف كثير في العصافير. معقول بيصيدوهم؟ ما أعرف، بس ما أعتقد إن في حد هني يصيد عصافير. بابا كان يصيد عصافير مع أصحابه، كان يرجع مع عصافير كثير. عن جد؟ بس أنا ما بحب الصيد، هم حلوين حرام. بتحب الحيوانات؟ طبعاً، وفي حد ما يحب الحيوانات؟ كان ببيتنا القديم بسس، كنت أحبهم وألعب معاهم وطعميهم. بس أنا للأسف ولا مرة جبت عندي بسة في البيت. لازم تجيب كثير حلوين. إن شاء الله. بردتي؟ لا. زين. أنا عندي لك مفاجأة وايد حلوة. شنو؟ شنو؟ بعد قومي تعالي معي. يلا. يعطيكم العافية. أهلا دكتور. طمنا. حضرتك 6 ساعات؟ إيه إيه أنا. الحمد لله وضع المريض مستقر وأموره تمام. الحمد لله. بس لقينا الشريان التاجي عنده مسكر وما قدرنا نفتحه بالعملية. لا لا شو الحل دكتور؟ بدنا نضطر نعمل له عملية قلب مفتوح، بس أهم شيء يرتاح شوي قبل العملية. دكتور وهي العملية خطيرة إشي؟ يعني إن شاء الله ما بتكون خطيرة ولا إشي، إحنا لازم نتابع الموضوع السكري عنده أهم إشي، ولكن النوع من العمليات هذا إحنا عملناه كثير ونسبة نجاحه عالية. يا رب. فيني أروح شوفه؟ هلا ببعث لك حدا من الممرضين ياخذك لعنده. بس اهم اشي ما تقولوا له على موضوع العمليه. اي بده يعمل عمليه وهو مش عارف؟ لا رح نبلغه بركي على بكره، بس اهم اشي ما تقولوا له اياه هلا مشان ما بنعرف شو بصير عنده مضاعفات وقلق. وبالنسبه لقبل العمليه لازم تامنوا له 5 وحدات دم او بلس تحسبا. 5 وحدات بدنا اياهم كاملين يعني؟ يعني ممكن نحتاج 1 2 للاحتياط، لازم يكون عندنا ال5 وحدات. وشلون بدنا نجيبهم هذول؟ خلص ما تاكليهم، انا بدبرهم يعني مو مشكله. هلا ببعث لك حدا 6 ساعات ياخذك لعند المريض. شكرا كثير لك، يعطيك العافيه. ولي حلقة عمتي عليك يا عمي. ولي حلقة عمتي عليك. انت ما قلتي لي انك تحبين القصص؟ اي. وانا جبت لك اليوم قصه وايد حلوه. طيب لازم تقرأيها هسه. ان شاء الله. قصة رابنزل ذات الشعر الطويل. كان هناك زوجة وزوج لم يكن لديهما طفل. جاور منزل الزوجين منزل ساحرة شريرة. شريرة يما. وكانت الساحرة تزرع الكثير من النباتات التي تشتهيها النفس. وذات يوم كانت تجلس الزوجة على شرفتها وتراقب حديقة الساحرة الشريرة والتي تحتوي على كل ما تشتهيه النفس، فطلبت راجية من زوجها أحد هذه الخضار والفواكه. دانا تعبتي؟ أي. لازم تحلوا كل التمارين اللي على اللوح. مفروض تساعدنا نفهم، مو تزيد علينا واجبات. وحتى لا تفهم لازم تحل، وإذا أي حدا بده مساعدة يجي عندي بالفرصة ورح نحلهم مع بعض بعد بكرة. يلا روحوا. بيعرفش يسكت هاد، فرفط روحي. عامل حاله أستاذ كبير بعدين. سيبنا منه، هسا المهم. ليش تقول لي وين ضلك تروح كل يوم؟ تسرق أكل من كل مكان؟ ضحكنا اسكت. خلص اليوم لقيني بعد ساعة عند الخزانات. ماشي؟ ولا تتأخر. ولا تنسى تجيب معك أكل. ماشي؟ لا تتأخر ها؟ بدي اطلع. لوين؟ ما بعرف ايش. مليت من هون. لا خليك، بلا ما تطلع، بعد شوي بناكل سوا. باكل بعدين. او باخذ اكلي معي. لا، بعد شوي قيس بيجي، مشان تطمن منه على عمو محمود كمان. بدك تشوف تلفزيون؟ لا. طيب تلعب معي شدة؟ آي. عم يقول لي قيس إنه عمو محمود بجوز يعمل عملية بكرة، شو رأيك نروح نشوفه ونطمن عليه؟ عملية شو؟ ما بعرف تفاصيل، بس الأفضل إنه نروح مشان كمان نكون حدا لخالي سعاد ولفرح. ما بحب أروح على المستشفيات. معلش احيانا نضطر نعمل اشياء ما بنحبها مشان لازم. لو ايش لازم؟ مشان نحن بني ادمين وعنا مسؤوليات، يعني انا مثلا ما بحب اعمل اكل بس لازم اعمل مشان انا وقيس ناكل، وانت لازم تروح لحتى تكون حدا لخاله سعاد ولفرح. هو امتى راجع لهون؟ ما بعرف، بس بجوز يضل هونيك اكثر من اسبوع، مشان هيك نحن لازم نروح. باصه ليك بكره بنروح بناخذ معنا شويه اغراض وبنضل شوي، واذا حسيت حالك انه مليت بنحمل حالنا وبنرجع على طول، بس بنعطيهم الاغراض وبنرجع، شو رايك؟ كمان باصره مبين عليك بتعرفيش تلعبي مليح. انا ما بعرف العب منيح، انا بورجيك. تفضل العب لشوف. خليني اروح يا سلمى، والله رفيقي مجد ناطرني. هلا مجد رفيقك؟ اي رفيقي، وبدي اخذ له اكل معي لانه ما باكل. ليش ما بياكل؟ لأنه عايش بس مع أبوه، وأبوه ما بيعمل له أكل. طيب ماشي خلص، خد له اللي بدك إياه بس ما بتطول. إيه يلا قوم. الحرب والتهجير بخلوا الواحد يحس إنه ضايع، مش بمكانه أو محيطه الطبيعي، بتخليه يشعر بالفقدان، مش بس فقدان حدا عزيز عليه، بس كمان فقدان بيته وحارته، فقدان أصحابه وعزوته، فقدان ثقافته وتاريخه، حتى فقدان ذكرى اللي فقدهم قبل الحرب. عشان هيك أول إشارة إنه عم بتأقلم مع محيطه الجديد هي وقت بشكل علاقات وروابط مع ناس جداد، بتخليه يحس إنه جزء من مجموعة مرة ثانية. ببطل الشعور بالانعزال قوي مثل قبل، ببطل يحس إنه لحاله، صار في حدا ثاني حده وبساعده إذا احتاج، في حدا حاسس بالأزمات اللي بمر فيها بعوض له ولو نسبة بسيطة من الأشياء اللي فقدها بحياته بسبب الحرب. مجد تأخرت، وينك؟ سلمى ما خلتنيش أطلع، هاي جبت الأكل، لهالدرجة جوعان؟ لك مو لي يا أهبل، امشي امشي معي، امشي امشي. مجد شو في هون؟ إلك مفاجأة. مجد شو في هون؟ وين جايين احنا؟ الحقني الحقني. شو هون؟ إذا بتخلص الحقني بتذكرش احنا. تعال تعال. تعال. وراك شو هذا؟ تعال لا تخاف تعال. بعض؟ لا لا تكون جبان، تعال كثير حباب. تعال 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 اقعد، كثير حباب. هات هات شوف شو جبت، يلا افتحها. حط له اياها يلا. سلامتك يا حبيب قلبي، سلامتك يا روحي، سلامتك. وين القهوة؟ ليك برا هلا بس تصحى بجيب لك اياها. مالش خايفة؟ خايفة عليك؟ أنا ما فيني شي، شوية تعب وروح. خالته ممكن تفضلي معي برا؟ شكله تعب شوي علشان يرتاح. يا جماعة لا دولنا الدكتور عيسى.